لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. رد يعني على أي نادي، مش شرط النهارده إن هو بيرد على الأهلي يعني. يا كابتن سيف اتفضل. إيه اللفظ اللي لا يا كابتن، أنا ما قلتش إن أنت تجاوزت على فكرة، أنت حضرتك بتسألني رأيي. حقنا هناخده بالقانون وباللو. إيه الحق اللي أنا تجاوزت فيه لما أقول لك هو السؤال حر؟ يعني ما أنا أقول لك أنت حضرتك بتقول لي، أنت حضرتك بتقول لي أنا تجاوزت فيه، بقول لحضرتك ما تجاوزتش. طيب يبقى هو يطلع يقول لك يعني مثلا يقول لك ايه الاسئله دي في دو في حته تنظيميه بنعملها في ادوار معينه في طيب مخطط معينه. طب كابتن سيد، كابتن سيد حضرتك سالت سؤالين، ممكن خلي حضرتك معايا والكابتن عصام يجاوبهم بمنتهى الهدوء. كابتن عصام مساء الخير. مساء الخير يا سيف. انا معايا الكابتن سيد بمنتهى الهدوء، هو الراجل بيقول لي انا سالت سؤال وعايز اجابته، ليه محمود البنا وليه جهاد جريشه ما بيحكموش للزمالك والدور الاول قرب يخلص وجهاد ما حكمش غير مباراه واحده وفاضل مباراتين؟ لا هو قبل دول يا كابتن سيف بس. لا من المره طب اتفضل. انا اسف. طب اسال السؤال اللي انت عايزه يا كابتن. لا مش قبل اسئله ولا تعنيم الاسئله دلوقتي. اتفضل. هو ايه التجاوزات، ايه التجاوزات اللي طب خلينا يا كابتن سيد ناخدها واحده واحده بعد اذنك. ماشي يعني واحده واحده اوصل لحضرتك اللي حضرتك عايزه. انا بس عشان بس كل مره ما يبقاش فيها يعني تقدير للناس وتقدير للبشر وتقدير للحكام وتقدير لغير الحكام وتقدير للمنظومه، احنا بنتعالوا ليه كل مره الموضوع بيبقى الموضوع خلاف في لا قدر الله اهانه حد او تجاوز في حق حد؟ ليه الموضوع ما يبقاش مطروح للمناقشه تمام، واسئله منطقيه انا بطرحها او اسئله حضرتك بتطرحها لي؟ طب سيبني يا كابتن سيد بقى بعد اذن حضرتك، انا جاي يبقى احسن. سيبني حضرتك انا هدير القصه، ما تقلقش والله. سيبني انا هديرها واوصل لحضرتك. دي الخناقه ليه؟ لا هي مش خناقه ولا حاجه، ما ان شاء الله باذن الله لا خناقه ولا في اختلافات. كابتن عصام بعد اذن حضرتك، السؤال الاول اجابته عند حضرتك ايه؟ لو سمحت يا كابتن سيف، ما فيش حد يقدر يسالني اسئله تمام. انا زي ما اقدرش اسال الكابتن سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي انت بتلعب علي ولا عويس يا كابتن عصام. كابتن عصام بعد اذن كابتن عصام هرد يا كابتن عصام بعد اذن حضرتك بس لو سمحت يا سيدي. يا كابتن عصام بعد حاجه عاوز اوضح حاجه مهمه. اتفضل. عاوز اوضح حاجه بس انا ما اقدرش بهدوء بعد اذنك. بهدوء بس بهدوء بهدوء طبعا بهدوء. هو انا ثاني كابتن سيد بعد اذن حضرتك. كابتن سيد بعد اذنك حضرتك ولما تيجي تتكلم على الاهلي ما تقولش علي ولا عويس. يا كابتن سيد بعد اذن حضرتك سيبني بس ادير بعد اذنك. اتفضل. لما تيجي تتكلم على لعيبه الاهلي ما تقولش علي ولا عويس. طيب كابتن سايب بعد اذن حضرتك بس نهدى عشان نوصل للاجابه بعد اذنك. ما تتهكمش على حضرتك على لعيبه الاهلي، ما تقولش لاعب علي ولا عويس. يا كابتن الاهلي اصهر من نار على العلم. يا كابتن سايب بعد اذن حضرتك ولعيبه الاهلي لهم كل احترام، صلي على النبي بس كده واهدى. اهدى حضرتك كابتن سايب بعد اذنك. كابتن سايب كابتن سيد بعد اذن حضرتك اديني بقى فرصه انا ادير القصه بعد اذنك لو سمحت. لا من كابتن مبدا بس في الاول يا كابتن بعد اذن حضرتك بس سيبني انا حضرتك هدير وهوصل حضرتك الاجابه. كابتن عصام بعد اذن حضرتك من غير ما حد يسال انا بستفسر من حضرتك، ممكن حضرتك تقول لنا ردا على السؤال. اوكي انا هرد. اولا طب. انا ما اخطاتش في النادي الاهلي عشان كابتن سيد موجود كل على الاحترام كل الاحترام للنادي الاهلي. انا بقول اسماء، انا بقول اسماء سين صاد مثلا، ده اللي اقصد اقوله يعني. ما تمام. فيش اهانه لاي حد لان احنا كلجنه حكام او كحكام بنحترم كل الناس، ما بنهنش حد. تمام. واولا انا لا اقبل من حد يسالني انت بتعمل ده او ده، اللي يسالني بس اتحاد الكوره وما فيش نادي في مصر يسالني. تمام. زي انا ما بقول ما اقدرش اسال الكابتن سيد عبد الحفيظ انت بتلعب سين او صاد او عين ليه؟ طيب. مش من حقي. ممكن حضرتك انا ممكن حضرتك انا اسال يا كابتن عصام بعد اذن حضرتك بهدوء بس هرد على حاجه بس مهمة عشان الناس تفهم يا سيد. انا في حاجه مهمه لازم الناس تفهمها قبل ما اجاوب على اي اسئله. بهدوء بس بهدوء. بهدوء. كابتن سيف كابتن سيف كابتن سيف من غير هدوء ولا حاجه. كابتن سيف خلاص يا كابتن سيف الموضوع بسيط جدا. بص كابتن سيف بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك خلاص طالما انا 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 الو انا معاك كابتن سيد اتفضل. طالما الموضوع يعني انا مش هقدر اسالك حضرتك كابتن عصام دير الموضوع زي ما حضرتك عايز، حضرتك رئيس لجنه الحكام دير الموضوع زي ما حضرتك يا كابتن عايز. كابتن سيد حضرتك رافض ان نوصل لاجابه يا كابتن بالشكل من غير اجابه ولا حاجه. يا كابتن ادينا بس فرصه بعد اذن حضرتك ندير القصه. طيب حضرتك رئيس لجنه الحكام دير الموضوع زي ما انت عايز، الاسئله بالنسبه لنا حرم ما فيهاش مشكله خالص يا كابتن سيد بعد اذنك. كابتن سيد يعني ما فيش مشكله خلاص الموضوع منتهي. الموضوع مش محتاج على فكره تسال عصبيه، اهدى بس كده ودينا بعد اذنك فرصه نوضح القصه. اتفضل يا كابتن عصام. الكابتن سيد في كلامه اهاني التحكيم المصري. ليه قال ايه بس؟ يسمعني بقى اهاني التحكيم، هو بيقول كلام طبعا. غير اللي قاله، هات اللي قالوه. قال ايه اللي قاله؟ اللي قاله بالظبط. حضرتك قول لنا قال ايه يا كابتن سيد؟ قال لو سمحت يا كابتن سيد اسمعني. كابتن سيد بعد اذنك. كابتن سيد انا سمعتك. يا كابتن عصام بعد اذنك بهدوء.
من غير ما اسمع حضرتك كابتن سيد. ما ينفعش يا كابتن ما حضرتك ما تسمعش بعد اذن حضرتك. بس حضرتك ما ينفعش حضرتك تطلعني كذاب وتقول لي في الاخر يا كابتن بعد اذن حضرتك نسمع بس حضرتك. يا كابتن سيد انا بقول اللي انت قلته يعني مفردات الكلام حضرتك ومفردات الكلام مفردات الكلام وحضرتك بتقولها لعلي ولعويس او تقول كلام غير اللي بيقوله يا كابتن سيد. احنا طلعنا كابتن سيد احنا طلعنا من الموضوع بعد اذنك. مفردات كلامي بنقيها كويس قوي. طيب بعد اذنك كابتن سيد. كابتن سيد خلي بعد اذنك حوارك معايا انا عشان نوصل لاجابه. احنا مش هنوصل لاجابه كده كابتن سيد بعد اذن حضرتك. مفردات الكلام زي ما انا يا كابتن بعد اذن حضرتك. طب سيبني انا يا فندم ادير بقى خلاص. طب اديني حضرتك اديني فرصه. طب اتفضل بس اتفضل بس بهدوء. انا بنقي انا مفردات كلامي حضرتك وانت بتتكلم على الاهلي او بتتكلم في شخص يا كابتن سيد. ما احنا خلصنا القصه دي والراجل وضح وضح موقفه خلاص. مش القصه مش محتاجه. هو قال لحضرتك ان ده كان يقصد بيه. فحضرتك اهدى كده بعد اذنكم بس واحد واحد يتكلم. بيقول لك بيقول كلام غير اللي بيقوله يا كابتن. هنفهم بس القصه ممكن يكون في سوء تفاهم بعد اذن حضرتك. اتفضل يا كابتن عصام بهدوء بقى يا كابتن سيد لو سمحت. كابتن عصام. ايوه يا كابتن سيد. اتفضل بس. كابتن سيد قال واعتقد في تسجيل مش هنقدر يعني. طب اتفضل قول. قال ايه يا كابتن؟ كابتن سيد ما قالوش. كابتن سيد قال كان في حكم عراقي بيحكم الزمالك اعتقد والاتحاد في البطوله العربيه. ونشوف الراجل ده بلا اخطاء ونشوف الاخطاء الموجوده بقى عندنا وازاي ومين بيلعب لمين ومين ما بيلعبش لمين. طب ما هو ده ما فيهوش لا ده ما فيهوش تجاوز يا كابتن. ده ممكن يا كابتن ممكن اشيد بحكم. في قمه التهكم على التحكيم والحكام. لا يا كابتن هو يا كابتن عصام بس انا من النهارده بسال الكابتن سيد عبد الحفيظ مين اللي فاز الثلاث سنين اللي فاتوا وباني حكام يا كابتن؟ مين اللي فاز بالدوري يا كابتن سيد؟ ما كابتن حكام كابتن عصام هي الجزء دي يا كابتن عصام ما فيهوش اي تهكم. بتطرح اسئله مش موضوعها. كابتن سيد بعد اذنك بس بعد اذنك كابتن سيد لو سمحت. لو انا بقول كابتن بس اديني فرصه كابتن. ما هو كابتن وقت بعد اذنك انا هدي حضرتك فرصه بس انا انا لا لحظه بس لحظه بس لو الكلمه دي لو انا بقول ان انا بشيد بتحكيم. طب اتفضل لقاء حكم يا كابتن سيف اديني فرصه بقى دي. طب اتفضل يا كابتن. لو بشيد بحكم ده معناه ان انا بسيء للناس الثانيه تمام. ده انا هجمع لك يا كابتن عصام عشان حضرتك الكلمه دي زعلتك قوي ان انا بقول الحكم ده كويس. انا هجمع لك حضرتك فرصه بس انا لحظه بس لو الكلمه دي لو انا بقول ان انا بشيد بتحكيم. طب اتفضل لقاء حكم يا كابتن سيف اديني فرصه بقى دي. طب اتفضل يا كابتن. لو بشيد بحكم ده معناه ان انا بسيء للناس الثانيه تمام. ده انا هجمع لك يا كابتن عصام عشان حضرتك الكلمه دي زعلتك قوي ان انا بقول الحكم ده كويس. انا هجمع لك حضرتك المسؤولين قالوا ايه في الشهرين اللي فاتوا ورد حضرتك كان عليهم ايه. لما كلمه من سيد عبد الحفيظ مسؤول في النادي الاهلي تقول ان حكم كويس ادار مباراه زعلتك جدا. طب الكلمات الثانيه انا هجمع وعد مني هجمعها لحضرتك. احنا كابتن سيد عمالين نروح يمين وشمال. احنا عايزين نحل القصه بس يا كابتن سيف. انا قلت ان انا مش هرد على اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ. انا قلت اللوائح هي اللي ترد مش انا. تمام. وبعدت تماما عن ده يا كابتن سيد ان انا اخش مع طيب. حضرتك انت ليه يا كابتن انت ليه يا كابتن عصام بهدوء كده ليه حضرتك الجملتين مش عايزين نرد عليهم كوجهات نظر. اعتبر سيف اللي بيسالهم لحضرتك من وجهه نظرنا في اتنين حكام ليه ما بيحكموش للزمالك؟ وهل النهارده لو في حد عمل خطا او حاجه مع نادي ما يحكملوش؟ بس وجهه نظر حضرتك بمنتهى السلاسه. يا سيف اتفضل. في حاجات ما اقدرش اقولها على الهوا. حتى في نادي حكم له حكم يا سيف هدي كارثة. والنادي ده هدي كارثة. مش مذكرات بعد حاجات غير عاديه في هذا الحكم ان اتحقق معاه انه اتشطب ده قريب من خمس ست اسابيع على فكره. بس المفروض يا كابتن عصام ده المفروض ده ما يخشش في مش المفروض طبعا نناقش حضرتك فيه. هكلمك يا سيف ما انا هكلمك على واحد جهاد جريشه وانا المفروض الكلام ده ما اقولوش لان المفروض لكن انا هكلمك على جهاد جريشه كقصه الناس كلها عارفاها. جهاد جريشه لما حكم مباراه لنادي الزمالك والمقاصه حصل خطا معين. الدوري توقف اربع شهور ولا لا؟ تمام. كان من الصعب ان انا اودي جهاد جريشه لنادي الزمالك في الفتره اللي بعد التوقف الكبير ده. طيب هنا اخترنا لجهاد جريشه مباراه معينه ان احنا يلعب نرجعه تاني لنادي الزمالك وده طيب. طبيعي جدا. طيب الكابتن بيتكلم على احمد حمدي قعد يا كابتن سيد قعد سنه اكتر من سنه ونص ما يحكمش نادي الاهلي. طيب هنا برضه يا كابتن هنا برضه من حق كابتن سيد انا ما كنتش انا اللي بدافع عن الحكام بقى. حضرتك رئيس لجنه الحكام انا اللي بدافع عن الحكام. انا ما كنتش فرحان ان احمد حمدي قعد في بيته. الله ايه المشكله لما واحد يغلط وينزل تاني بعدها باسبوعين ثلاثه؟ ايه المشكله؟ الله طب حضرتك المبدا اللي انت بتتكلم فيه ده طب ما ابراهيم نور الدين عامل معايا مشكله كبيره جدا في ماتش الانتاج الحربي ونزلته بعد شهر. لو حضرتك بتخاف على مشاعر الانديه قوي لا يا كابتن انت يا كابتن سيد افهمني. احمد حمدي لعب بعدها باسبوعين. انا بتكلم للنادي الاهلي اللي حصلت معاه المشكله اللي حصل فيها هجوم على التحكيم غير عادي لمده ثلاث شهور يا كابتن سيد.
احنا عارفين بنعمل ايه في عملنا. يعني معنى يعني معنى كلامك يا كابتن عصام ان احيانا ممكن حكم يخطأ مثلا مع نادي او يكون في حساسيه فتستبعده لفتره، صح كده؟ طبعا انا بس فيه. انا بس عشان بقى ايه، عشان نقفل الموضوع ده بمنتهى الهدوء، انا الحقيقه بضم صوتي لصوت الكابتن سيد بمنتهى الهدوء كده، الكلام ما كانش فيه اي حاجه، هو كان استفسار ولا اي تجاوز مع اي نوع بس ولا كان فيه اي حاجه يعني هو الراجل قاصد يقول من الاول انا ما كانش فيه خروج عن النص بس، ودي حقيقه. يا كابتن سيف انا نفسي بس اقول حاجه واحده بس، اتفضل. ارجو انك تجيب حالا الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ حالا، ولو انا غلطان هستقيل من اتحاد الكوره. طب دي واحده بس يا كابتن عصام، دي واحده بس، الكلام فيه بس بهدوء بس بهدوء، هو على الهوا. طب بعد اذنك بهدوء، كان كلامه بيهين او بيتهكى مع التحكيم. قال ايه يا كابتن؟ هو قال ايه؟ بس بهدوء بهدوء بس من غير انفعال. قالوا يا كابتن سيف بهدوء بعد اذنك يا كابتن عصام، انت بتتكلم معايا بهدوء بس. انت عايز تستقيل؟ لحظه بس من غير انفعال. عشان اقول ايه؟ انت عايز تستقيل من لجنه الحكام عشان سيد عبد الحفيظ اشاد بحكم مباراه ثانيه، والناس اللي بقى لها شهرين بتتكلم. انا عايز اقول يا كابتن سيد، انا ما بلفش ولا بدور يا كابتن سيد، انا واضح يا كابتن سيد اللي قلته مسجل وواضح يا كابتن سيد. كابتن عصام بعد اذنك، كابتن عصام بعد اذنك نسمع بس كابتن سيد. كابتن سيد اتفضل بعد اذنك، اتفضل اتكلم. هو بيتكلم بقاله بتاع خمس دقايق. طب انا بقول لك اتفضل اتكلم والله. بتتكلم على التسجيلات وهاتها حالا دلوقتي، لو انت يا استاذ كابتن سيف هات له التسجيلات بعد اذنك لكل مسؤولين في النادي في 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 الدوري او كل المسؤولين في المنظومه في كفرق قالوا ايه. وكابتن عصام ما استقالش من بيته ولا ما استقالش من لجنه الحكام ولا حاجه، وقعد في البيت. ممكن ارد على كابتن سيد؟ طب اتفضل. طب خلاص يا كابتن سيد، طب ماشي يا كابتن سيد، ارد على كابتن سيد. طب استنى يا كابتن عصام دي بس يخلص. خلصت يا كابتن سيد؟ مش خلصت، لا ثانيه واحده بس. طب اتفضل، انت عايز، انا سامعك والله. انت عايز يعني نفسي افهم بس انت ايه مشكلتك معايا او مشكلتك مع النادي ايه؟ ايه مشكلتك معايا؟ طيب هو بقى يرد يعني، هو يرد يا كابتن. لا اكمل بس، اتفضل. ناس بتتكلم يمين وشمال وشمال ويمين، وناس بتطلع وناس بتقول كلام صعب جدا، وحضرتك بتبقى الدنيا زي الدنيا حلاوه بسبوسه، حد يقول لك ده حكم كويس يبقى بتهاجم على التحكيم. ايه يا كابتن عصام؟ يعني انت عايز مننا ايه؟ عايز من اهلي ايه؟ او من ايه؟ يعني نسكت اقعد ساكت ما اتكلمش خالص عشان حضرتك تبقى بالنسبه لنا ده الصراط المستقيم؟ يا كابتن عصام مش كده، مش طيب. كده قبل ماتش الترجي السنه اللي فاتت نفس الحدوته، نفس الموضوع، نفس الحكايه. في ايه يا كابتن؟ في ايه؟ طيب. يعني انا ايه ده بقى يا كابتن سيد؟ ايه ده يا كابتن سيد؟ ونسمعه مش بقى كده. لا مش طب كده. ايه ده بقى؟ خلاص صلي على النبي بس. اتفضل يا كابتن عصام. بص يا سيف، اتفضل. كل الاحترام للنادي الاهلي، والكابتن سيد بيحاول يدخلني في 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 موضوع ان النادي الاهلي يعني خلاص هتعدم يعني. بالعكس، احنا بنحترم النادي الاهلي يا كابتن سيد. تمام. احترام كبير جدا زيه زي نادي الزمالك وكل الانديه. لما تقول على عيش عويس تبقى لو سمحت اسمعني بقى، اسمعني انت بقول لك يا كابتن سيد. يا كابتن سيد شو تفاهم وطلع، اتفضل يا كابتن عصام. اسمعني، بنحترم النادي الاهلي احترام غير عادي يا كابتن سيد، زي اي نادي في مصر، نادي كبير ونادي بيشرف الكره المصريه زي نادي الزمالك الاسماعيلي كل الانديه. ما تدخلناش في القصه دي الاهلي، وان انا بهاجم الاهلي، بلاش القصه دي. ما تدخلناش برضه ان انا بهاجم الحكام ومن الحكام، ما تدخلناش في نفس القصه. كابتن سيد اديله فرصه يرد بعد اذنك بس، بعد اذنك يا كابتن سيد، بعد اذنك. اسمعني. اتفضل يا كابتن عصام. في يا كابتن سيد ناس كبيره قوي قوي بقى هجمت التحكيم وانا رديت عليهم، وارجع لليوتيوب وارجع لجميع المقالات وارجع لاي حاجه، انا ما بخافش من حد خلي بالك. وحاجه ثانيه، كل اللي اتكلم على التحكيم الفتره اللي فاتت كلهم حولت لهم الى لجنه المسابقات. وحضرتك اقدر اجيب لك كل حاجه بالمستند، احنا ما بنخافش من حد بالعكس. وعلى فكره يا كابتن سيد ما فيش اي ضغينه بيني وبينك او بيني وبين النادي الاهلي، بالعكس كل احترام وكل تقدير لكل الناس، كل احترام وكل تقدير لكل الانديه. انا شايف ان دي بياخد الدوري بنفس الحكام المصريين دول يا كابتن سيد، فين الضغينه وفين كابتن عصام؟ انا شايف يا كابتن عصام الموضوع سهل، ودي احسن حاجه نقفل بيها كل الاحترام. يا كابتن سيف ده بس الموضوع اصلا يعني ما فيش موضوع اصلا، ده انا بس بطرح سؤال واحد بس. كابتن عصام راح طالع بيتكلم معاك ثلث ساعه ولا حاجه، الموضوع كان ممكن يتحل في حاجه واحده بس. انا جهاد جريشه ممكن يبقى له رؤيه بعد كده، او محمود البنا، انا مش فاهمها برضه. محمود البنا ليه مش فاهم؟ بس مش مشكله يعني، هو اتكلم على جهاد بس مش فاهم برضه، مش مشكلتي يعني، مش مشكلته. هو الراجل قال لك ما حدش يقدر يسالني في حاجه، بس هو مشكورا الرد اهو يا كابتن سيد. ما انا بقول لك اهو، ما الرد ايه؟ قال لك انا ما حدش يسالني في حد. لا ما هو رد على 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 جهاد، رد قال الواقع خلاص. ما انا بقول لحضرتك اهو، محمود البنا ايه؟ هو الراجل بيقول لك انا رئيس لجنه الحكام وانا مسؤول، وما تدخلنيش وما اقدرش اقول لك انت بتلعب مين وما بتلعبش مين.
مش هرجع لقديمه خلاص. تمام. انا ايه مشكلتي بقى حضرتك؟ يعني خلاص يا كابتن، هو قال بيكن لك احترام وبيكن للنادي الاهلي احترام. جرأت وقلت ان في حكم كان كويس وطرحت سؤال، هي دي مشكلتي؟ هي دي المشكله اللي جامده جدا جدا تستدعي ان كابتن عصام يرد على التليفون حضرتك ويقعد ثلث ساعه يتكلم بتجاوزات لم تحدث اصلا؟ يعني مستدعي ده ولا الموضوع باختصار شيء بسيط جدا؟ طيب ممكن بسيط جدا يعني. ممكن يا كابتن سيد بعد اذن حضرتك بقى، انا هقفل خالص انا مش عايزك تقفل. انت هتقفل ليه؟ لا كان ممكن في ربع دقيقه تقول لك الحكام بتراعي حاجات معينه. طيب. والدوري لسه بدري جدا والناس دي هتاخد ماتشات جايه، وسلام عليكم وعليكم السلام. طيب ممكن بقى ممكن حضرتك تصلي على النبي بس ويرد بقى في 20 ثانيه لازم اطلع فاصل. كابتن عصام ممكن رد اخير 10 جمل؟ كابتن عصام معاك يا سيف، معاك. ممكن رد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.